نجيو هون نرادوها كده. صباح الخير او مساء الخير او ما معرفت اشوف الفيديو ده متى. المهم انا عندي هنا في دبي تقريبا الساعة 7:30 صباحا. صحيت الليلة من الصباح، عاوز اعمل لكم الريفيو بتاع The Ordinary Facial Mask او الماسك ماسك الدم. في ناس بيقولوا عليه ماسك الدم، في ناس بيقولوا عليه الماسك الاحمر. استخدمته كان كيم كارداشيان والبنات هابين عليه وهبة شديدة جدا جدا. انا طلبته استخدمته تقريبا قبل 6 أيام. هعيد التجربة معاكم الليلة عشان اديكم الخلاصة بتاعت الماسك ده، هل هو فعال هل هو ما فعال. عاوزين تعرفوا النتيجة وتعرفوا تستخدموه كيف وكل ما يخص The Ordinary. تابعوا الفيديو لحد الاخر. يلا رفعنا الشعر، يلا هقوم استخدم الماسك. انا خدت لي مراية جنبي. هو طبعا لانه احماض فواكه، فتعمل حسابك شديد لما تيجي تخطيه بالذات في المنطقة بتاعت العيون. نحاول نبعد بقدر الامكان من منطقة العيون. انا هعمله برضو في اطراف اصابعيني لانه عندي مشكله بتاعت سواد في الاصابعين بتاعتي، ما عارفه من شنو، ممكن من الشمس والسواقه. هعمل منه شويه برضو، نجربه هنا المنطقه دي. وزي ما قلنا هو فيه نسبه عاليه من احماض الفواكه، مفروض يتعمل مرتين في الاسبوع. يلا حنخليه 10 دقايق، مكتوب 10 دقايق يعني 10 دقايق، بتخلوا اكتر بالذات لما تكون يا دوب بعدين تستخدموه. وطبعا يا بنات The Ordinary اصلا شركة كندية تشتهر بانه هي منتجاتهم مفعولة قوي جدا جدا مقارنة بباقي المنتجات بتاعت التقشير والعناية بالبشرة، احسن الاسعار ونتائج حلوة شديد. انا صراحة اول استخدام هاخدته لكم حتلقوه في الفيديو ده، اول مرة انا استخدمت فيها The Ordinary كان حلو جدا حلو. بتاع سيفورا لو ما شفتوا الفيديو ده مش شوفوه، كان يعني من بعيد حتى في الكاميرا، مع انه الكاميرا ما بتوضح كل الحاجات، كان في جلوينج يعني خدودي كانت بتلمع ما شاء الله. فحسيت التجربة التانية الواحد لون البشرة بيشيل التجاعيد الدقيقة، بيحسن مظهر البشرة وبرطب البشرة، فعنده فوائد كثيره جدا جدا. انا اشتريته من امازون، هاخد لكم اللينك تحت في الديسكربشن، اي واحد عاوز تطلب منه ممكن تطلب منه وفي توصيل مجاني. ما حوريكم النتيجه لحد ما اخلص ده واغسله. هستنى شويه العشر دقائق دي يجف، وحاسه حاليا بدا يجف. هاخد لكم اللينك لو عاوزين تشتروه، لو كنتوا هنا في الامارات او في السعوديه او في مصر تقريبا ممكن تشتروه، وهاخد لكم اللينك تحت في الديسكربشن. بالنسبه للسودان موجود في صفحه skin.sd، هاخد لكم برضو اللينك بتاعهم في الديسكربشن. وذاتس ات، هستنى حسيت تقريبا مشت اكثر من 5 دقائق. بنات عاملين اللي عليه ريفيوهات في اليوتيوب بيقولوا مرات بيحسوا بتحسس كده او زي تنجلين كده في وشهم، انا حاسه حاليا ما حاسه بالحاجه دي رغم ان انا بشرتي حساسه. المفروض كان اعمل المنطقه بتاعت الرقبه بس حاسه حاليا ما هعملها لانه خايفه على الروب بتاعي يتوسخ.
لما امشي الحمام هاخد شويه في الرقبه بتاعتي لمده 10 دقائق. The Ordinary عنده منتجات تانية غير ده، بس انا حبيت اجرب ده اولا لانه لون مميز، وطبعا اكيد هو ما دم. الناس بيقولوا ده ماسك الدم، بس هو ما دم، بس لونه طبعا زي كانه انت شايله لك دم كده وعامله في وشك. The Ordinary عندهم منتجات كتيره تانية، لو حابين اجربها لكم اكتبوا لي في الديسكريبشن بوكس. برضو كان انا شفت واحد من المنتجات بتاعتهم ده لتفتيح لون البشره، وانا صراحه في الفتره الاخيره كنت بحاول افتش لي منتج يفتح لي لون البشره بتاعتي شويه، بالذات زي ما قلت لكم المنطقه بتاعت الكف، و يعني شو يدي شوية رونق كده درجة أو درجتين من لوني الأصلي. فمفكرة أجيب المنتج الثاني، ما عارفة، شجعوني، لو شجعتوني عاوزين أجربه لكم تقولي تحت في الكومنتات. يلا تقريبا كده تمينا 10 دقايق. الناس اللي بيقول لي انت بتصوري مرات قريب من الكاميرا، انا لما اجيكم قريب للكاميرا يا جماعة بكون عاوزاكم تشوفوا النتائج، تمام؟ يلا انا حامشي اغسله، اجيكم راجع. يلا كده انا غسلت وشي، بشرتي نظيفه كده. لازم ترطيب ترطيب ترطيب. انا لما عملته اخر مره بعد يومين في قشور طلعت من وشي، فهو طبعا لانه احماض فواكه بيقوم بقشر لكم الوش بتاعكم. اهم حاجه طبعا في منتجات The Ordinary الترطيب الترطيب الترطيب، لان هي اصلا منتجات بتاع التقشير، فلازم ترطبوا وشكم طول اليوم قدر ما تقدروا. حترطب وشكم. انا حاسه حاليا هستخدم بعد ما غسلت وشي هستخدم الماسك بتاع نيتروجينا، هو المرطب الفائق قناع هيدروجيل المنعش، هستخدم ده. الماسكات بتاعت نيتروجينا دي بتتقسم لقسمين. هعمل لك حتى محل الشفايف. انا حاسه هخليه نازل عشان اقدر اتكلم معاكم. الماسكات بتاعت نيتروجين عاملينها لك انك انت ممكن تسكر على الشفايف بتاعتك وتسكر على العيون. انا حاسه هوريكم ليها. قلت لكم يا بنات انا الماسك قاعد استعمله مرتين، حاسه زي ده كده هقفله هالفه كده، وهناك عندي دبوسة كده هقفلها بيهو هستخدمه مرة تانية. يعني الماسك دايما ما ترموه لأنه شايفين جوا هنا في سائل، ممكن أعمل لي مرة تانية، ممكن أعمله زي بكرة كده أو بعد بكرة أستخدمه تاني. والشيت ماسك دي أصلا ما ترموه عشان ترجعه في مكانه وتستخدمه تاني. أنا حامشي أغطي عيوني وأغطي الشفايف بتاعتي وأخد لي كده لحظة كده مع نفسي استرخاء، وأجيكم بعد شوية للخطوة الأخيرة في روتين اليوم. شايفين؟ ازيكم يا حلوين؟ إن شاء الله انتوا بخير. جيتكم راجعة بس معلش متأخر، معاي الجميلة فاطمة. خلصت من The Ordinary الماسك بتاع The Ordinary، حديكم يلا الخلاصة زي ما بقولوا والبريفيو honest review. أيوة الhonest review بتاعي ورأيي فيه. جماعة it works، فعلا it works as a miracle. رهيب، كلمة رهيب عليه شوية، يعني حاسة ممكن تكونوا شايفين أنا ما عاملة أي هايلايت، ما عاملة أي هايلايت في وشي. دي اللمعة اللي أنا لقيتها وتحصلت عليها بعد ما استخدمته تاني مرة، وعلى فكرة من أول استعمال جاتني اللمعة دي. أنا حاسة خطيت بيبي كريم شوية كده ميك اب خفيف، بجد لمعة خرافية. بعد تستعمليه والليلة تاني يوم بعد يومين بيبدأ يقشر لك الوش، ومع الاستعمال الكتير هو اصلا بيرطب البشره وبزيل الخلايا الميته في البشره وبوحد لون البشره وبشيل الحبوب. حتى البنات الصغار مثلا حاسه فاطمه تينيجر بتعمله للمشاكل عشان تكستشر سكين والبيبرتي بيمبلز واي حاجه بريك اوت. فلحب الشباب حلو، لنضاره البشره حلو شديد. انا لحد حاسه دي المره الثانيه او الثالثه استخدمه ولسه حواصل فيه، وكل مره هعمل لكم ابديت
بالبشره بتاعتي والحاصل فيها. زي ما وريتكم انا يعني الفتره دي عندي سكين كير معين بعمله، في فيديو بتاع السكين كير وفي لايف بتاع السكين كير، لو ما شفتوه امشي شوفوه. وباختصار حبيتيها فاطمه؟ صراحه The Ordinary انا شفت عنه كتير advertisement on the internet. I thought it was just internet marketing. بس لما جربته بجد يعني instant, it works instant. بس لما تخطيه بتشوفي اللمعة. لأن قمت أنا مشيت عملته لأن عجبتني اللمعة في وشها. وبعد يوم طوالي وشها قشر، يعني بيشتغل زي الأكريتين والدفرين. بس ما حار شديد، فهمتوا؟ يعني it doesn't hard, it's not hard. وأنا على فكرة في ناس بيقولوا بيعمل لهم تحسس كده أو بيحسوا بحرقان لما يحطوه في البشرة. أنا بشرتي حساسة جدا، ما حسيت بأي حاجة. بس أنا التزمت بإنه 10 دقائق 10 دقائق، عملت لي تايمر 10 دقائق وغسلته. في ناس ممكن يتحسسوا وتعملوا تيست أول. أهم حاجة لما تستخدموا منتجات الأورديناري تعملوا ترطيب ترطيب ترطيب، ولازم مواقي الشمس لما تطلعوا في الشمس. وبس ده كان فيديو اليوم، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم ونشوفكم في فيديو جديد. يلا باي. دقيقة ما تنسوا لايك شير سبسكرايب واشتركوا في قناتي عشان يصلكم كل جديد. يلا بحبكم، باي باي.